اهلا بحضراتكم من احدى مزارع المانجا في السويس. في مصر في اكتر من 100 نوع من المانجا بيتزرع فيها، بيتصدر منها عشرات الانواع بالاف الاطنان لاكتر من 16 دوله حول العالم. المانجا المصري ليها سمعه وصيت عالمي ومش من فراغ بصراحه، لان المانجا المصري هي الاجمل مذاقا والاعلى جوده في العالم كله. النهارده هاخد حضراتكم في جوله في المزرعه ونتعرف اكتر على زراعه المانجا وتاريخ زراعه المانجا في مصر، ايه انواع المانجا المختلفه وطرق زراعتها والجمع للمانجا، وكمان يعني مراحل كتير بتمر بيها المانجا في مصر لحد ما توصل للمستهلك ويستمتع بيها. تعالوا ناخد جولتنا النهارده ونستمتع، خليكم معانا. الطبيعة الساحرة هنا في مدن القناة وحوالين مزارع المانجا، البحيرات المرة زي ما حضراتكم شايفينها كده في الصورة ذات الملوحة العالية اللي بتأثر إيجابا على زراعة المانجا في مدن القناة، وبتكون أكبر حافز ليها كمان جودة عالية جدا، وده اللي بتحتاجه المانجا كمان في زراعتها، الأجواء الاستوائية الموجودة هنا. خلوني أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد خشانة منسق مهرجان المانجا. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا أستاذ. المانجا المصري هي أحلى مانجا في العالم طبعا، ملهاش مثيل طبعا، وفي مصر استحدثنا نوع جديد من السياحة وهو سياحة المانجا اللي بيتم من خلال المهرجان. تمام. إيه اللي بيحصل في المهرجان يعني السنة دي والسنوات الماضية، وهل بيتم دعوة كمان شخصيات دولية بارزة للترويج طبعا عالميا للمانجا المصري؟ طبعا احنا لو شفنا في مهرجان اسماعيلية السنة اللي فاتت كان في تمثيل دولي رائع جدا، سواء من انجلترا او الهند او نيوزيلندا او دول اخرى في جنوب شرق اسيا، وده ان دل فبيدل ان ده مهرجان مهم جدا سواء سياحيا او تسويقيا، وده اللي بنتجه مدن القناة، واحنا عارفين كلنا ان مدن القناة شهيرة جدا بثمار المانجا. تأثير ده ومردوده على الوضع الاقتصادي وعلى زيادة التصدير من محصول المانجا تكون ايه؟ هي حضرتك لازم نعرف ان سياسة المهرجانات دي هي في المجال الاول او في المقام الاول هي سياسة تسويقية. اتى بثماره جدا جدا على استثمارات زراعية في محصول المانجا عن طريق دول كبيرة، منها دولة ليبيا، منها دولة السعودية والامارات، يعني عندهم تحفيز كبير جدا للاستثمار في محصول المانجو وبالذات في محافظات القناة. السمعة العالمية لمحصول المانجو كمان يعني بتتحسن سنة ورا سنة، بنشوف يعني سفرة دوليين وحضور دولي في المهرجان المانجا كل سنة، بعد المهرجان ما يخلص بنشوف بقى ازاي هم نفسهم بيكملوا ترويج للمنتج المصري عن طريقهم، لأن ما فيش دولة في العالم بتنتج مانجا زينا. كل دول العالم فيها مانجا، بس حضرتك لازم نعرف كويس ان ثمار المانجا او فاكهه المانجا في مصر غير اي دوله ثانيه، وده اللي خلى فيه استثمارات اجنبيه كتيره جدا تيجي لغايه مصر وتطلب محصول المانجا المصري. اغلى مانجا في العالم هي المانجا المصري، واطعم مانجا في العالم. اجمل مانجا واحلى مانجا هي المانجا المصري. المانجا المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا وخليكم معايا. انواع كتير مشهوره بيها المانجا في مصر، العويسي، الالفونس، الزبديه، السكري، تيمور، الهندي المنشاوي، كلها بيفضلها المصريين وغير المصريين. خلونا نعرف ايه اكتر الانواع المشهوره بزراعتها هنا في مزارع السويس واسماعيليه، واشمعنى بيفضلوا هذه الانواع. معايا ومشرفني ضيفي الكريم دكتور هاني حسين، مستشار زراعي كليه الزراعه جامعه المنصوره. اهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. ايه اشهر الانواع اللي بيتم زراعتها هنا واحنا ما بين شجر المانجا الانواع مختلفه يعني حوالينا هنا في المزرعه؟ هو احنا في المنطقه بتاعت محافظه السويس ومحافظه الاسماعيليه بتشتهر بالانواع المحليه اللي هي الزبده والسكري والاويس والتيمور والفونس والهندي، ومجموعه كبيره جدا من الانواع بتشتهر بجودتها العاليه في هنا في المكان بتاع المنطقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، المنطقه الحدوديه المواجهه لقناه السويس في السويس والاسماعيليه. ايه سر التفوق السويس والاسماعيليه تحديدا في زراعه الانواع المختلفه من المانجا عن باقي محافظات مصر، يعني حتى انه بيطلق عليها واحه المانجا في مصر؟ فعلا الجو وطبيعه الجو في منطقه السويس والاسماعيليه جو جاف وحار شويه، وطبيعه التربه نسبه ملوحه فيها كويسه متناسبه مع درجه الحراره، فبتديني اعلى نسبه سكر في المانجا. اكتشفت هنا انه في شجر عويس جنب شجر السكري جنب، فقول لنا كده. هي الاصناف المحليه بتتزرع في المزرعه وبيتم التطعيم عليها
فبتبقى المزرعه فيها جزء سكري وجزء زبده وجزء يعني بلدي. الشجره دي الشجره دي مانجا سكري فاخر زي ما حضرتك شايفه الحجم واللون والشكل والجوده بتاعتها. اللي على اللي جنبنا دي اويس. دي اويس. في شجر زبده. في شجر فونس، في تيمور. بالاضافه بقى للاصناف الاجنبيه اللي هي زي الكيت والكنت والاوستن والنعومي والبالمر والارنب واللانجري والحاجات دي، دي اصناف برضو بتيجي متاخره عن الاصناف اللي هي المحليه. يعني دي بتخلص في نهايه شهر 8 بتبدا الثانيه تخش في نهايه في من نص 9 لنهايه 9 في الانتاج عشان السوق يبقى فيه اطول مده انتاج. ايه اكتر الانواع المفضله مش بس عند المصريين بقى اللي بتبقى مفضله في التصدير اللي بتطلب اكتر؟ اكتر نوع بيطلب في التصدير الاصناف الاجنبيه اللي هي الكيت والكنت والاوستن والنعومي، يليها الاصناف المحليه الزبده والسكري والعويس. بتبقى ايه معايير التصدير؟ يعني اليه عمل الحجر الزراعي المصري علشان الشحنات اللي بتتصدر لمصر كمان، ودي بتبقى مهمه في سمعه المنتجات الزراعيه المصريه. بنجتهد ان احنا نشتغل بطريقه عضويه بقدر الامكان، ما نستخدمش المبيدات الكيماويه بقدر الامكان للحفاظ على الصحه ولضمان التصدير. هل معايير التصدير لدول الاتحاد الاوروبي مختلفه مثلا عن الدول العربيه؟ عن دول شرق اسيا، عن دول عربيه؟ كل مجموعه بيبقى ليها مواصفه معينه في المبيدات والاسمده المسموح بها عندها. خليكم معانا لسه مكملين جولتنا. المانجا في الأصل هي فاكهة هندية، لكن دخلت مصر، وحكاية أول شجرة دخلت مصر تقريبا في القرن ال19، يعني من أكتر من 200 سنة. معايا النهاردة الحاج صبيح من أقدم العائلات المصرية اللي بتزرع المانجا. أهلا بيكي حاج صبيح. أهلا، صباح الخير. أنت منورينا النهاردة. ربنا يخليك بنورك منورة بأهلها. الله يخليك. بقالك قد إيه والعيلة بتاعتكم بقى؟ هو على حد علمي ان احنا المانجا بدأت هنا في عهد محمد علي. احنا تورثناها يعني من 100 سنة يمكن. العيلة بتسلم جيل بيسلم. بقالكم 100 سنة بتزرعوا المانجا في كل سنة. عيد يعني احنا بنزرع المانجا في السنة دي. بتعيش هي معبرة، شجرة معبرة. بتقعد 20-30 سنة. فبنطور في الاصناف يعني كل ما وفي حاجه اسمها طعمه. احنا بناخد فرع من الشجره دي زبده مثلا نطعمه على شجره عويس يطلع منتج يطلع لا كل منتج لوحده. يعني الفرع ده طعم زبده والفرع ده مطعم عويس. الشجره يبقى فيها صنفين وفي ثلاثه ممكن زبده وعويس وسكري في فرع شجره واحد. يعني في شجره واحدة. في شجره واحده كل فرع ممكن يبقى ايه شكل تاني. قبل طبعا مراحل البيع والوصول للمستهلك في مراحل تانية زي التجميع وزي الفرز. خلينا نشوف مع حضرتك بقى المراحل دي بيتم فيها ايه بالظبط. العمال بيجمعوا كله على بعضه وبيجي هنا في المنشر ده يفرزوا هنا. كل صنف لوحده. في طبعا في ناس متخصصين في الاصناف دي، مش هو اللي بيجمع هو اللي بيفرز. في ناس متخصصين في الفرز. يعني الجمع الجمع ده ناس معينة. اي حد يجمع اللي يعني هو بيقطف من على الشجره او الشجرة. بيجيب السقط الواقع تحت الشجره. لكن في ناس بقى متخصصين بيفرزوا كل صنف لوحده. وزي ما شايفه الاصناف هي كلها هنا. في هنا طب الفرز بيتم على اساس ايه؟ يعني احنا على جنبنا اساس النوع. دي فص مجمعة ده التجميع. قبل ما يحصل الفرز اللي احنا شايفينه هنا في الارض هو بيدلق كله على الارض وبعدين يفرز كل صنف لوحده. كل صنف يتعبى لوحده. يعني مثلا دي عويس اللي في ايدك دي عويس الحمراء دي دي صديقة. صديقة ودي كلها لحم حلوة بيفضلوها الناس بتوع العصير. بيدوروا عليها الصغير ده الفص. طبعا الفص دي الفص دي اغلى واحلى واجمل انواع. ليه ناس بيفضلوا الفص بقى؟ علشان اولا ملهاش نقايه. يعني لما حضرتك صغيره لا نفتح بقى وندوق ونشوف. بص يا ست. دي طبعا عشان تاكل منها قفص مثلا ولا حاجه كل اللي انت عايزاه. علشان هي اصلا المنجيه صغيره دي ما فيهاش نقايه. دوقي كده. دوقي ما تخافيش. لا هدوق. لا مش خايفه طبعا. محدش يخاف من المانجا يا حاج صبيح. لا المانجا حاجه عظيمه.
تحفه. دي اكتر الانواع المفضله عند المصريين وفي التصدير كمان ولا التصدير مختلف؟ لا في التصدير العويس. العويس بفضلوها قوي. في نوع السكري الابيض ده في التصدير مش مطلوب قوي لانه ايه لا دي كبيره. دي ايه بقى؟ دي اسمها كبانيه. كبانيه؟ كبانيه. طب احنا نعرف ازاي المانجا اللي بتبقى طعمها حلو، ريحتها بتبقى باينه كده، اللي بتبقى ما فيهاش مبيدات مش مرشوشه، هل بيبقى له علاقه بالعنق ده ولا ملهاش علاقه؟ لا هو ليه علاقه بالنوع نفسه. يعني الراجل اللي بيفهم في المانجا عارف دي اديني بقى حاجه صباح إيه؟ كده ايه وانت بتحكي لي انا هدوق معلش. دوقي براحتك خالص. بنعرفها ازاي بقى احكي لي؟ بتعرفيها باللون بالطعم. يعني مثلا العويس لما تفتحيها دي ايه اللي انا قطعتها دي عويس؟ دي عويس. بتلاقي شوف الحته دي مختلفه عن الجناب. الحته خلينا نوري الكاميرا. الحته اللي جوه دي اللي جوه دي اغمق من الجناب. من الجناب ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان فيها سكر زياده قوي. دي مسكره يعني جدا. لما ادوق بقى انا هدوق واقول لك. دوق براحتك. اذا كانت هي مسكره ولا مش مسكره. لا ماشي. وبعدين واحكي لي بقى بقيه الانواع اللي بيتم بعد الفرز. احنا بعد لا قبل الفرز احنا بنجيب المحصول كله كل يوم اللي بيتجمع بيجي على بعضه. وفي ناس بقى اللي فاهمين مظبوط في من عندنا بيفرز العويس لوحده والسكري لوحده والسكري الممتاز لوحده الهايدي والنعومي والكريمسون والاستن كل بياخد وقت قد ايه بقى عمليه الفرز والتجميع؟ لا هو بيبتدوا من الصبح بدري بحيث ان العربيات بتيجي تحمل وتمشي في حدود الساعه 2 3 يكون العربيات ايه حملت عشان يلحقوا السوق. وابتدوا يا دوب هم يعني يتغدوا ويرتاحوا بعد العربيات تمشوا يبتدوا ياخدوا وش جمع تاني لان المانجا في الحر ده بتسوى مرتين في اليوم. انا جاي اكل مانجا بقى معلش اعذروني. كل مانجا براحتك. كل مانجا براحتك. دي اللي في ايدي دي السكري. صح؟ ندوق السكري. احنا دوقنا عويس ودوقنا الفص وما شاء الله يعني كلهم اجمل من بعض. لا حلوين. فده كله بتبقى حضرتك بتقولي بتبقى صفرة؟ لا دي عويس اللي في ايدك. دي عويس المانجا. ماشي. المانجا الحلوة المسكرة عرفها ان هي بتبقى لونها اصفر. لونها اصفر. وايه تاني؟ مش لازم يكون اصفر قوي. لانها لو اصفرت على الشجرة وجت قعدت هنا في المفرش تطرى. لكن احنا بنقطعها كده. واحنا بقى في مراحل او في جولتنا النهاردة في المزرعة ومراحل الجمع للمانجا والفرز وكل الكلام ده طبعا في عمال او الفلاحين والمزارعين اللي بيقوموا بعملية الجمع والفرز واحنا هنروح نقابلهم بقى دلوقتي ونعرف ازاي العملية دي بتتم مع المزارعين والفلاحين. ماشي هنا. ماشي. ونكمل اكل مانجا مع حضراتكم. ارحب بيك. صباح الخير الاول. صباح النور يا فندم. مرحب بيك يا فندم. انتوا بقى في مرحله الجمع واحنا شايفين الشجر ما شاء الله طارح مانجا. قولي بقى ايه المعايير او انتوا ايه اللي بتبقوا حريصين ان انتوا تقطفوا المانجايه بطريقه معينه في مواعيد معينه؟ يعني قول لنا كده التفاصيل الموضوع ده. بالليل في مرحله كده بنقوم نلاقي المانجا زي ما حضرتك شايفها واقعه على الشجر. ده السقط. دي المانجا السقط. ده, ده, ده السقط الطبيعي. في حبايه سقط بس محتاجه ان احنا نقطعها شويه. يعني هي يعني مستويه بس محتاجه ان احنا نجيبها بقى يعني. مش هنستنى عشان لو استنينا شويه بتطرى زياده عن اللزوم. طريقه معينه يعني ليه انا سمعت الموضوع محتاج بقى يبقى ناس عندهم خبره في الموضوع. طبعاً طبعاً. ايه الطريقه بقى؟ تمام. الطريقه احيانا بيبقى طبعا معانا الخطاف لو حاجه عاليه بنجيبها بالخطاف. ارتفاع عالي كده بنجيبه بيه. في الحبايه اللي حضرتك قربتي كده وشفتي دي حبايه عويسي بنقطعها. طبعا الحبايه الفرق ان هي لما بتتقطع بيبقى ليها ميتها وليها عسلها اللي هو بينزل من عليها. حضرتك زي ما انت شايفه ده كده ده الفرق ما بين القمر. ثانيه واحده. ده معناها ان هي مقطوفه من على الشجره. طبعا. اللي هي بتنزل الميه دي ميتها هي عسلها يعني بيقولوا ميه المانجا او عسل المانجا زي ما حضرتك شايفه. صباح الفل. اتعرف بيك احمد. احمد ايه بقى مواعيد قطف المانجا؟ انتوا بيبقى لكم مواعيد معينه من الساعه كذا للساعه كذا بتشتغلوا في الجامعة؟ يعني بنبدا الصبح يعني من الساعه 6 ناخد قطفه اللي هي بتبقى على الارض معانا اللي هو بيبقى واقع تحت الشجر ده اول حاجه بتبداوا ده اول حاجه بنبدا بيها. تمام. وبنروح هناك في المطبخ ده ياخد وقت قد ايه الجامعة تقريبا من 6 الصبح لحد الساعه كام تقريبا؟ يعني بناخد من 6 مثلا ل 9. كل سنة في موسم المانجا
بتيجوا عشان تجمعوا المانجا، هل ده بيتطلب خبره معينه بقى موجوده عندكم من التكرار ومن الموضوع ده كل سنه؟ تمام، طبعا لازم يبقى في درايه كامله للي يقطع حبايه المانجا. حضرتك ده صنف الزبده، صنف الزبده دوت يعني الميه بتاعته او العسل بتاعه بيبقى غزير شويه، فلو ما حدش عنده درايه لازم يحب لا ما تقطعهاش؟ لا ليها طريقه في القطف بتاعتها. طب بتوريني يعني كده. اجي اقطع مثلا حبايه الزبده لازم اقطعها عكس اتجاهي اما انا واقف، يعني اقطع حبايه الزبده اقطعها كده ما اقطعهاش كده. طب اقطع كده كده مثلا. دي نزلت العسل بتاعها كتير. العسل ده ياثر على البشره بطريقه شديده جدا، يعني لو جه على جسم البني ادم ياثر عليها جامد، يعني لو بصيت انا ماثر تيجي تاثر على البشره جامد. طب انا عايز اجرب اقطع بالطريقه الصحيحه اللي انت بتعلمها لنا دلوقتي، ما اقطعهاش لتحت كده عكس اتجاه كده، عكس اتجاه وشك كده، او مثلا كده 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 تمام. ودنك منين يا جوحة؟ دي صعبه جدا. ايوه تمام. أجمل حاجة بقى هنا في مزارع المانجا الحياة الريفية اليومية الطبيعية، يعني وإحنا بنتجول النهاردة في المزرعة كده وشفنا المرأة الريفية الجميلة وهي قاعدة قدام الفرن البلدي وبتخبز العيش وأجواء جميلة جدا في وسط شجر المانجا، يعني هنا كمان حوالينا المانجا الأجنبي والمانجا البلدي المصري وكمان العيش وهو بيتخبز، حاجة من الحاجات التراثية المصرية الريفية الجميلة. يعني صباح الفل يا حاجة. صباحك عسل. أخبارك إيه؟ الحمد لله. يعني إحنا شمين ريحة العيش اللي أنت بتخبزيه من على بعد، يعني فظيع، وجينا على الريحة الجميلة دي. جميل بقى ولي... شهنة تاكلوه. ربنا يخليك يا رب. يخليك. إحنا بقى إيه يعني، قوليلي وأنت قاعدة وسط شجر المانجا هنا كده وموسم المانجا والعمال بيجمعوا المانجا، أنت بتبقي موجودة كده كده؟ بابا موجودة خير من عند الله. كل يوم بتقعدي تخبزي من الساعة كام؟ أني؟ من الساعة 5 لحد أذان الظهر. يا احنا لحقناكي يعني في البدري. طب ما تورينا كده طريقة برضو الخبيز للعيش تبقى عاملة ازاي اللي بيطلع الريحة الجميلة دي. ورينا بقى من أول كده ما بنفرد العجينة ولحد ما العيش بيطلع بريحته الجميلة دي، العيش البلدي اللي الناس كلها يعني بتحكي وتتحكى عنه. تحفة يا جماعة العيش بجد، يعني تسلم ايديكي والله. الله يخليك. هاتي اساعدك، هاتي اساعدك. لا خليك من شاطره انا في الموضوع والله. ماشي. او علميني يعني. اوعى تيجي في الميه. قولي لي انا كده بفرده صح؟ كده صح. واعمليها كده من كده وتنشبي كده بقى. كده؟ لك فيها بقى تاني. لا الرقاق هاتي العجينه عن النشاب. لا من الناحيه التانيه. خدي يا حاجه انت كملي. الموضوع حرفه برضو، يعني الموضوع مش سهل تتعلمه وانت قاعد كده في لحظه. بقالك كام سنه يا حاجه بتقومي كل يوم الفجر تخبزي العيش؟ هي 56 سنه. ما شاء الله، بقالك 56 سنه بتخبزي عيش. من وانت عندك كام سنه؟ عيش مرحرح وعيش مصري وعيش بطاطي والعيش اللي انت عاوزاه. مرحله خلاص احنا خلصنا الفرد. ارمي انت بقى. وريني ما اعرفش بترمي ازاي. هاتي بقى انا اجرب مره. يقعد قد ايه بقى جوه الفرن عشان ما يتحرقش؟ انت بقى هيخش الفرن. هتلاقيه انت يعمل كده تروحي قلبه بالسيخ تاني من جوه زي كده. بس اهو له طريقه يا جماعه. وانا وريني قبل. لا استني هوريك انا تعملي ازاي. انا مش همشي من هنا غير وانا متمكنه في كده صح. بس افرديه كده اهو. لا بس كده وريني. بس هوريك ازاي اطلع كده. الله عليكي الله عليكي. اتفضلي. مين علمك بقى الموضوع ده؟ وراثة مش كده؟ انا متعلماه لوحدي من والدتك. من وانا صغيره من قبل ما اتجوز. طب وانا لو حبيت اتعلم بقى الخبيز ده اتعلمه في قد ايه؟ هتقعدي جنب واحده زي كده هتوريكي تعملي ازاي. اقعد جنبك قد ايه عشان اتعلم؟ هو يوم واحد علمني. والله خلاص انا هقضي اليوم معاكي النهارده. ماشي. استنى احط عادي. اتفضلي. بس الله ينور. الله عليا الله عليا كده عسل. شكرا يا حاجة والله اتبسطنا لما شفناكي النهارده. الله يكرمك. ال
المانجا هي الملكة المتوجة على عرش الفواكه في فصل الصيف دايما، عشاقها من كل مكان في الدنيا، المصريين بيجولها من كل محافظات مصر، تجار الجملة، تجار التجزئة، وكمان المستثمرين في زراعة المانجا من كل مكان في العالم. النهاردة بعد يوم قضيناه في مزارع المانجا، بدعو حضراتكم جميعا لكل عشاق المانجا ان هم يجوا يستمتعوا يتبسطوا ويشتروا المانجا باسعار مناسبه لكل المصريين. يومكم جميل ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح.